بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. الحلقة النهاردة والحلقات القادمة هتنقسم إلى جزئين. الجزء الأول عبارة عن بطلها الأستاذ محمد مطر العنزي. الأستاذ محمد مطر ده صديق دائم للبرنامج، وظهر في مداخلتين تلفونيتين، وهو رجل أعمال كويتي. هاي النهاردة هتشوفوه صوت وصورة. الجزء الثاني هيبقى معانا الضيف الرئيسي في الحلقة. مش هنتكلم كتير، يلا نشوف. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم احنا في زيارة عند الدكتور خالد الغافل بالصدفة، فأعجبتني أثناء المحاورة والنقاش قصيدة الصقرية. أبا افتخر في لابتي طيور حوران، ومن يفتخر يا ناس لا تواخذونه، بهل البويضة من صناديد ويلان، صقور القبائل والعدو يرجدونه. أنا الحين بسأل أبو طلال، يعني يقول لي الأسباب اللي خلت يقول هالقصيدة. اولا يا مرحبا ومسهلا فيك ابو جاسم، ولنا شرف زيارتك لنا اليوم. اما بالنسبه للقصيده، يعني هي لها عده اسباب. السبب الاول تعرف الشباب، شباب القبيله بالافخاذ وبرموز وشيوخ القبيله، لان تعرف الحين الشباب مو مثل قبل، يعني يهتمون بالامور هذه، فيعني انت ما تقول تكون لهم مرجع. عرفت شلون؟ ايه، والقصيده هي تتكلم عن نفسها، عن تاريخ القبيله، عن امجادها، عن رموزها، وعن شعرائها، ويعني عن اجدادهم، مثل ما تقول يعني تخليد لهم، تخليد لذكراهم. وهذا السبب اللي انا سميتها، يعني اطلقت عليها الصجريه، لانها كافيه ووافيه، ومع اني انا حطيت اعتذار، لان في اكيد اكثر من هذول اللي ذكرناهم يستاهلون يذكرون، لكن ما تقدر تلحق. عرف شو؟ اي، فذكرنا اللي قدرنا، والله قدرنا عليه، وان شاء الله انهم فيهم خير وبركه، وعسى الله يجمعهم ان شاء الله على العز والمعزه ان شاء الله. انا امانه من اشد المعجبين فيها، ما ادري، هي تحسسني بالنشوه، تحسسني ان لنا تاريخ، لنا ماضي مشرف، ما يحتاج، لنا ناس تركوا لنا ارث نفتخر فيه ونعتز فيه. صحيح. في سؤال ثاني والأجوبة كثيرة عليه، ولكن مهودية على رؤوس الفطر. نعم، مهودية على رؤوس الفطر هذا لقب يطلق على قبيلة ثويبة مصدور، هذا في قديم الزمان يذكرون. طبعا اختلفت الروايات، يعني عدة روايات، لكن زبدة الكلام إن, 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 إن في شخص شيخ قالوا من شيوخ القبائل المعروفين زار ابن ثويبت، وقالوا انه على نفود، يعني النفود الرملي، الرمل، تعرف ما فيها هوادي يهودون عليها، فما في صخر او حجر او شيء يهودون عليه. الشاهد ذبح للضيف فاطر، تعرف فاطر يعني كفي الناس تزود بعد. فيوم طبخت بنته على الجدر، ما قدر يعني يتوازن الجدر، قالت لابوها يبا لازم نذبح ذبح فاطر ثاني، كذلك الجدر ما قدرت ذبح فاطر ثالث، واللحم تزبر وزاد، والضيف اظن ضيف اثنين او ثلاث ضيوف بس بالكثير. فمن ذاك اليوم اطلق على على على, على, على ثويبت مهودي على الوصف، وهذا مثل ما تقول الحين صار شعار لثويبت، ويفتخرون فيه اليوم هذا، ومعروف عند القبائل خاصه عند الصقور. زين، احنا يعني راح نتطرق، يعني هذيك الحلقات الماضية أنا ذكرت مشايخ عنزة وكذا، ويمكن أنا ما ذكرت الكل، لأن تدري ما شاء الله قبيلة كبيرة، الله يزيد ويبارك. وفي المستقبل، الحلقات المستقبلية، راح نذكر اللي ما ذكرناهم، لهم حق علينا، ولكن أنا أعتذر من اللي أنا ما قلتهم، ليس جهلا أو أني أنا متجاهلهم، بل أني أنا أقول لهم، يعني أنا رجل ماني مؤرخ، أنا عاشق قبيلتي.
بس مو كل سؤالك جاسم. تفضل طبعا. انا اسف على المقاطعه. لا خبر. انا تابعت لقاءاتك. نعم. يعني صراحه شيء مشرف، يعني انا لاحظت عندك مخزون، يعني امانه انا تفاجأت، انت يعني كنت حارم الناس او قليل اللقاءات، شفتك ما شاء الله ملم، يوم شفت اللقاء ذكرت ناس وشخصيات يعني قليل اللي اعرف عنهم بالذات عن القبيله. زين عارف ممكن نعرف مصادرك؟ شوف انا بتكلم بكل صراحه وشفافيه، واتمنى ما حد يزعل مني لان هذا واقع. صحيح. انا طبعا انت عارف لما كنت شباب بال 15 16 سنه، نعم، كنت رافض ابويا وديه واجيبه لان كان رجل كبر بالسن ويحب المجالس، فكنا دائما وين يجتمع ابوي رحمه الله عليه وعمي مطلق القافل سويبت والعم مسدح المرزوق والعم ابو نواف هزاع بن عشبه، الرجل هذا النساب العارفه، هذا الرجل الذي تعلمت انا منه الكثير بالامانه. ابو نواف الله يرحمه هزاع بن عشبه مخزون اللي ما عاش على عهده، تعلمت اشياء كثيره عن القبائل وعن الانساب وعن كذا. كانوا يجتمعون في ديوان الرمز ابو صلاح مخلف المنصور، الرجل البشوش اللي اخلاقه لحد الان ولا قصور بالجميع ما مرت عليه، عليه اخلاق وعليه تواضع مع الصغير والكبير وصلاح رحمه الله ورحمه الله عليهم جميعا، يعني راحوا لدار الحق. ولكن نذكر انه كنت اقعد معهم واسمع منهم كلام، ولا انسى العم ابو تركي قال ابو تركي يعني قالي المقاحطه هذا بعد لا زلت متواصل معه، لان شنو يعني اصدقاء ابوك تواصل معهم حتى هم يذكرونك. صحيح. وبصراحه انت سالتني سؤال يعني ما حد سالني اياه، وانا ناسي السؤال هذا، ناسي المعلومه هذه، بس انت يمكن دخلت في اعماقي وطلعتها. هذه شكر لك يا ابو. الله يسلمك. الله يسلمك. ولا انسى العم مرج المقاحطه مبارك اسم الفزاع، راعي فزاع. طبعا الناس كلها تجي وفزع، والله يلبس ثوب الصحه والعافيه ويطول عمره، لانه محتاجين شخصيه مثل ابو مبارك الله يطول عمره. ولا انسى الهزازنا الشاعر محسن الهزاني امير الحريق سابقا، ولا انسى ابو الخيل والتويجري، ولا انسى العسكر امير المجمع سابقا، وعوائل كثيره انا ماني ناسيها، ولكن في كل حلقه اذكر منها جزء حتى اذكر لها تاريخ، لها مواقف، لها كذا امور اخرى. واشكر طبعا اليوم اخوي الدكتور خالد الغافي البطلال على هالفرصه الحلوه الجميله اللي تناقشنا معاه في بعض الامور واستفدنا منها. انا طبعا لازلت انا اتعلم واستفيد. طبعا الاسباب اللي ظروف جعلتني بعيد عن القبيله سنوات طويله لظروف خاصه، والان عدت الحمد لله، فانا افتخر بقبيلتي ودائما أحب الجيل القادم يكون عنده معلومات لنعمل التواصل بين أبنائنا. الحين أنتوا عارفين الدول تغيرت المناطق، ولكن وسائل الاجتماع هذه اللي هي تقرب المسافات والقنوات التلفزيونية. وأشكر الصقاعبة طبعا أن أشكروني وهذا واجب علي، وأشكر الخماعلة طبعا أنه أشكروني، ولا أنسى طال عمرك اللي أتذكرها دائما تلذذ فيها القطار التركي لما جاء من تركيا متجه للمدينة، أعتقد 7 رجاجيل أو أقل أو أكثر الله أعلم، فجروا القطار باللي فيه. فتاريخ مشرف، قبيلة تخليك تقعد أشهر وتتكلم عنها ما وصلنا حقها. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فاحنا نبي الاجيال التعارف، نبي عيالنا يتعارفون. طبعا في نهايه هذا اللقاء اشكر جميع مواقع التواصل الاجتماعي لقبيله عنزه من شمالها الى جنوبها، وانتم يا اخواني عليكم رساله كبيره، لان عندنا جيل قادم محتاج انه يعرف بعض، يعرف تاريخ عنزه شنو يعني. فاتمنى انكم تكونون داعمين لهذه القبيله، كما اشكر الضيف ابن عمي الدكتور خالد القافل على سعة صدره وعلى بعض المعلومات الجميلة اللي استفدناها منه، وإن شاء الله نلتقي في أقرب فرصة.
ألف شكر لكل من شارك في إعداد هذا التقرير، ونخص بالشكر للأستاذ يوسف العنزي والأستاذ حسن شحاتة ورئيسة التحرير الأستاذة هبة سليم، والأشارك في إعداد التقرير من القاهرة من هنا المعدة المتعلقة شيرين كمال والأستاذ محمد فؤاد. في بعض أبيات شعر تخص القبيلة هنسمعها، وبعدين نطلع فاصل وهنرجع بضيفنا راكب الخيول الكابتن محمد عبد الباري. تفضلوا يا جماعة. يالله يا مدير الليالي والأزمان، يا ربنا المعبود منك المعونة، يالله تعاوني على عد قيفان، أبيات شعر كاملات ركونة، أبا افتخر في لابتي طيور حوران، ومن يفتخر يا ناس لا تواخذونه، بهل البويضة من صناديد ويلان، صقور القبائل والعدو يرجدونه، قبيلة واركانها خمسة أركان، ماكر أحرار وجدهم يعرفونه، اللي ركز بعوض واللي بدهمان، صقر جمعهم كلهم يتبعونه، نبدأ بنسل عوض مرخين الأرسان، أربع عيال ونارهم يوقدونه، مصاعب الشجعان والعز ثبتان، وجلال معدلمان هم يورثونه، ودهمان ابن دهيم مسعود وشرمان، وجداع عمره يبد تكمل غصونه، يتلون جمع الشيوخ في كل ميدان، الراي شورى بينهم يقسمونه، وان جيت بذكر منهم بعض فرسان، اخاف اضيع واحد يمدحونه، ابن ثويب شيخنا وابن نمران، والكاسب اللي زايدات نضعونه، مع المسلنجي والشهير بن ضرعان، دخيلهم مدخول ولا ينشدونه، والشيخ بن موجف وبن روس يا فلان، قصيرهم محشوم ولا لمهونه، والنجدي شعره لا العرب صار عنوان، كل يبي مثله ولا يدركونه، قصيدة شيخة على كل الأوزان، شيخة على كل القصيد وفنونه، ولا الجلاوي متعب الجيش والزان، الجيش يشكي منه من كثر كونه، والفارس المشهور كنه غزالان، يرهب عدوه شابات عيونه، هذاك خوض حي يجي سر واعلان، ياخذن يا قلقون ما يرهبونه، والجيش مضمي ما له اكود مشعان، يروي ضما جيش تراعد مزونه، وابن ثويب تولف البيض ضيفان، هودا على رجعنا لكم بعد الفاصل، ويسعدنا النهاردة أن يكون معنا كابتن محمد عبد الباري، مدرب ترويض خيول وحكم أدب خيل. أهلا يا كابتن. أهلا يا أستاذ شريف. أهلا بحضرتك. إحنا هناخد من التايتل بتاع حضرتك ونسألك السؤال التقليدي، يعني إيه ترويض خيول ويعني إيه أدب خيل؟ ترويض خيول طبعا ده موضوع كبير جدا. يعني لو حبينا نخش فيه في تفاصيل فيعني محتاجين عدد من الحلقات الكثيرة. بس باختصار شديد هو أقوى مجهود من الحصان. أي. بأقل مجهود من الفارس. أي. بدون ولا مساعدة مرئية. يا جماعه الصوت وصل عندنا. اتفضل يا استاذ. اتفضل. عيد تاني. لا اتفضل. بدون ولا مساعده مرئيه، يعني الحصان يعمل اقصى ما عنده بدون ما الفارس يبان ان هو بيعمل او بيدي اي اوردرات. والحصان يعمل الكلام ده كله بسعاده وانسجام. ما يكونش مكروه عليه. الترويض عبارة عن ان الحصان له حركات كتير طبعا. أي. بيتعلمها. وهو اساسا الترويض ده اساسا هو فنون القتال. يعني اساس الترويض ده فنون القتال. فنون القتال. من الاساس خالص هو فنون القتال. كان بيتعلمه زمان الامراء
والملوك ده فنون القتال، حركاته كلها هي عبارة عن حركات قتالية رسمي. وطبعا لما ما عادش في حروب بالحصان والكلام ده بقى تن محافظين على الترويض وعلى ركوب الترويض، وتعمل له مدارس زي في النمسا الاسبانيش رايدنج سكول، ولهم مدارس عالميه وهي رياضه عالميه. ايوه وطبعا فيها حركات كتيره، يعني مسميات لحركات كتيره الحصان بيعملها، بيافو بساش وهاف باس وشولدر ان وبرويت، يعني حركات كتيره وهي كلها حركات تعتبر حركات دي مسميات قتال. الحركات مسميات الحركات وكلها حركات الحصان بيعملها اثناء الحرب. الفارس بيعملها مع الحصان اثناء الحرب. ده يعني ده 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 الملخص البسيط عن كلمة ترويض. لا ما انا احنا يعني هناخد مجموعة حلقات في، بس الموضوع ده مستهويني جدا بصفة شخصية. انا عايز، انا قعدت مع حضرتك امبارح وقلت لي على الحركات، الحصان يقف على ايديه، يقف على رجليه، يقف على مش عارف ايه، عايزك السادة المشاهدين يسمعوا من حضرتك. الحصان طبعا بيبقى له ثلاث خطوات بيعملهم. المسار اللي هو الوك، والتروت اللي هو الغار، والكانتر اللي هو الجالوب او الجري. المفروض ان الحصان بيعمل الخطوات ديت، كل خطوه من يعني كل خطوه من الخطوات دي الوك او التروت او الكانتر فيها ثلاث سرعات عشان اكون الكلام ادق. ماشي. الثلاث سرعات دولت السرعة أصغر حاجة الكوليكتد، ثم الميديم، ثم الاكستندد. يعني عندنا في الوك كوليكتد، الوك اللي هو المسار اللي هو المشي اللي هو الحصان وهو ماشي، يعني في مشي مقفول اللي هو الكوليكتد، ومشي مفتوح، ومشي كبير. وكالآتي في الترات نفس الثلاث حركات، وكالآتي في الكانتر. بس الحركات دي بتتم بوضع دماغ الحصان راسه بتجميعة معينة، وتكون الحركة جاية من ورا لقدام. عزم الحصان جاي في الحركة من ورا لقدام. ده هيقودنا لسؤال بقى، اتفضل. ليه يعني ليه القوة مثلا دايما تقدر بالحصان؟ عشان مطور الحصان ورا، مطور الحصان في كفله. حصان اي حركه بيعملها قوه الدفع بتيجي من ورا، بتيجي من خلفيه الحصان. واخد بال حضرتك؟ يعني مطور الحصان مش في كتفه، مطور الحصان في كفله، الكفل اللي هو كفل الحصان الوراني. ما هو له اربع رجلين، اتنين قدام واتنين ورا. الاتنين اللي ورا دولت في الاخر فوقيهم كفل، فقوه الدفع بتيجي دايما من ورا. فعشان كده سموا ان العربيه بتقاس بالحصان. بالحصان. طب ندخل بقى على ادب الخيل. يعني ايه ادب خيل؟ ادب خيل برضه حضرتك لما نيجي نتكلم فيه، اولا هو تراث شعبي عريق. تراث شعبي عريق جدا. وادب الخيل دي هي حركه من حركات الترويض اللي هي في الترويض اسمها بيافو باساج. يعني معنى كده ان هي مش عربيه كده؟ لا عربيه. ما انت حضرتك الكلمه اللي قلتها دي اجنبيه، يبقى بيافو بساش اللي معناها في الترويض، انما عندنا اسمها هنا المربع. ايوه كده، يبقى بيافو بساش دي في الترويض. عندنا احنا هنا في تراثنا المصري العريق اسمها مربع مقفول ومربع مفتوح. المربع عبارة عن ايه؟ المربع عبارة عن ارتفاع الذراع الامامي يمين. بس معلش يا كابتن، انت يعني متخصص قوي، انا عايز انا افهم وراجل الشارع اللي قاعد. المربع اللي هو الرأس اللي بيسموه الرأس. بس كده. طيب يبقى رأس. هو اسمه مربع. واخد بالك؟ لا مربع عندكم انتوا. يعني عندنا مربع، انما هو اللي بالبلد بالبلدي الرأس. الرأس. الرأس ده له قواعد. الرأس ده له قواعد.
وله مسابقات. مين اللي حط القواعد بتاعته دي؟ اللي حطت القواعد بتاعته دي اللي هو يوسف غراب كان رئيس اتحاد الترويض. هو اول واحد هو حط اللي حط القواعد. انما المربع نفسه مين بدا؟ هو عمره في مصر حوالي 100 سنه المربع. لان هو عباره عن فلكلور شعبي قديم كان زمان بيعملوا العائلات العريقه. اللي هم كان فيهم البشوات والبهوات فكانوا بيجتمعوا. زي مين يا كابتن؟ كان في كل مكان في عائلات يعني. الغربيه كان فيها عائلات عريقه جدا. واخد بال حضرتك؟ كان هناك في الغربيه في عيله ابو جزيه وفي عيله نوير وكان وفي عيله بريك وفي عيله حشاد والمنوفيه كان فيها عبد الغفار والقاهره هنا كان فيها في ناس في المعادي عائله ابو بريك وعائله وفي الهرم في خطاب وفي الصعيد والصعيد كان فيه هناك ابو ستيت وكان فيه يعني عائلات كتيره. فكان هو مجتمع والشرقيه عبدون كانت فيه يعني. وطبعا في البحيره او ما هو اول من اسس الادب الخيل ده اللي عمل ادب الخيل ده يعتبر عبد الله بيه الجيار وعلي بيه ابو جزيه. ده احنا نسمع الكلام ده من الناس اللي اكبر مننا. ده ليهم قصه. ده دولت التاريخ بتاع ادب بدا. دي حكايه بدايه ادب الخيل. لان هو زمان قبل كده كانت الـ 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 الهوايه كانت في حاجه اسمها ركوب في الطوالي. الركوب في الطوالي ده يعني واحد بيركب بلقايه ونبوت طارد ومطرود. ده يجري اللي حصل ده ممكن يضربه بالنبوت ده يصد باللقايه ويرجع تاني. فالموضوع ده عمل شيء من المشاكل. فحبوا يعملوا مجتمع ان في اللي هي الحركه المربع دي ويبقوا قاعده كلهم قاعدين مع بعض. فما كانش بيمارس الرياضه دي زمان غير الاصول العريقه الناس العريقه لان كان سرج الحصان بينعمل فضه والرشمه فضه والركاب فضه والسرج حرير باروتي. واخد بال حضرتك؟ أيوة. وما كانش بيركب الا الحصان الا مالكه المدرب يجهز الحصان للمالك. يعني حتى المدرب مش مسموح له؟ لا ما بيركبوش. كان المالك هو اللي يركب. ما هو كلهم كانوا يعني كلهم كانوا بشوات. ايوه ما كانوش ناس يعني. فاهم قصدي؟ يعني عكس ما الناس فاهمه دلوقتي حصان بيرقص. لا هو زمان هو دلوقتي يعني يعني التدهور الزمني بس. انما هو زمان ما كانش بيقتني الخيل ديت غير بشوات. كلهم كانوا عمد بلاد وبشوات. كانت كل منطقة فيها ناسها. وكان ممكن يقاس غنى الباشا بمقدار ما عنده من خيل وحصنة. طبعا كان عندهم ما انا بقول لحضرتك كان كل منطقة لها ناسها اللي هم عندهم الخيل وعندهم 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 وعندهم. يعني لما نيجي نتكلم في المناطق كل منطقة لها ناسها وعائلاتها العريقة اللي موجوده في الخيل واللي عندها خيل الادب ديت واللي هم بيروحوا الحفلات والمجتمعات. وكان زمان معمول للادب ده اتحاد اسمه اتحاد الانديه الريفيه. برضو احنا سمعنا الحاجات دي عن من هم اقدم مننا. اتحاد الانديه الريفيه. فكل ديت كانت حاجات وكان يعني كانت كلها ناس لها تاريخ يعني. وفي نفس الوقت الادب ده جم بتوع بره الترويض بتوع بره يتفرجوا. احنا بنعمل ده ازاي؟ لان احنا بنعمله بشكل مميز. بنعمله بشكل مميز اللي هي شكل الحركه. يعني شكل الحركه ما هو في نقطه في بين طريقه التدريب والشكل الحركي. شكل الحركه عندنا في يعني في متعه وفي قوه. الشكل الحركي بره ما فيهوش قوه الحركه بتاعتنا. بس احنا عندنا حاجات هم بيعترضوا عليها اللي هو اللجام وهم بيركبوا بره بارطمه ودي قصه تانية يعني. وطبعا هم الادق طبعا لان اللجام بيبقى شيء حامي شويه على بوق الحصان. وطبعا الادب له سرج والترويض له سرج دي قصه تانية. يعني ما انا عشان كده بقول لك يعني الادب له سرج اللي هو الرخت العربي اللي هو بيبقى عبارة عن حرير باروتي وعبارة عن عليه الفضة والرشمة. وسرج الترويض سرج سادة. دي اسمها عدة وده اسمه سرج. سرج سادة بيبقى الفارس هنا بيبقى رجلي بعيد عن الحصان في سرج الأدب. والفارس في الترويض بتبقى سمانات رجله ملاصقة لبطن الحصان فبيبقى قريب منه. وده طبعا الركوب العلمي والأكاديمي اللي لا نقاش فيه يعني. طب احنا استبقنا بقى سؤال يعني
سبقنا سؤال، عايزين نعرف بداية حضرتك مع 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 رياضة ركوب الخيل، بدأت امتى وبدأت ازاي؟ بدأت رياضة ركوب الخيل ديت وانا عندي 5 سنين. ياه. هتقولي ازاي؟ ازاي؟ كان انا بحب الخيل من صغري من ولا طفل. معلش، معانا الاستاذ تامر من الجيزة. يا استاذ تامر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شريف؟ ازي حضرتك؟ الله يحفظك. بمسي على حضرتك وبمسي على الاستاذ محمد عبد الباري، كابتن محمد عبد الباري. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنت فاكر بس في استفسار، بس كنت عايز بس ممكن اساله الكابتن محمد عبد الباري. اتفضل اتفضل. بما انك كابتن كنت بتركب خيل ترويض، هل في حصان طب بطبع غدار؟ ده سؤال مهم. انت خدت السؤال مننا يا كابتن. ده سؤال مهم جدا. بص حضرتك، مفيش حصان طبعه غدار، انما الحصان المعاملة الغير سليمة تخلق فيه الغدر، لان ده موضوع كبير جدا. الحصان اهم حاجة في تعليمه طريقة السلوك في التعليم. الحصان مش زي القرد. والقرد والكلب، القرد والكلب ذاكرته قوية وعندهم يقدروا خلال 6 أيام 7 أيام يتعلم حركة. إنما الحصان بيتعلم بالتكرار. فإذا كان الراكب فاهم بيعمل إيه وعارف يدرج له، يعني الحصان باختصار لازم زي الطفل يخش كي جي 1 ابتدائي إعدادي ثانوي، مش هيقدر يعمل الحركة من أول مرة بشكل هايل، فانت بتقعد تعلمها له واحده واحده، وبعدين يبدا يعملها بقوه، وبعدين يبدا يعملها بشكل كويس. ولازم الفارس يكون عنده صبر مع الحصان، ما يأذيهوش وهو بيعلمه. الإيذاء ده له نقط معينه في تعليم الركوب. لو الحصان حاول يفرض شخصيته عليك فبأذيه. الإيذاء اللي مش مبرح اللي هو انك اسمع كلامي بس، مجرد ما بس بيسمع كلامي انا، مجرد ما العلاقه بتتحول للعلاقه كويسه، لان الحصان لازم يحبك عشان يسمع كلامك ويحترمك في نفس الوقت. فاهم حاجه في تدريب الحصان، ودي حته مهمه جدا، طريقه سلوك التدريب مع الحصان، لان دي مشكله غير عاديه. النهارده في واحد بيعلم حصان والحصان بيتعلم وينأذي جامد ويؤدي وهو مأذي. بس يا كابتن، الكابتن تامر بيسأل يعني امتى الحصان يغدر؟ يغدر لما ينأذي كتير. طب يعني الغدر بتاعه مدى ايه؟ مدى انه ممكن، يعني في حصان غدره مدى ممكن ما يدخلكش البوكس عليه خالص، اللي هو مكان يعض ويرفص ويعمل. وبعدين ينتقل الى موضوع اكبر، العض والرفص ينتقل الى انه في السرج لما تيجي تركبه يشيل يقف على رجليه، ما لقاكش ولقاك ضعيف شويه، جابك الارض ما لقاكش ضعيف، انت زودت الضرب عليه بدون فهم، ينقلب بيك على الارض فممكن يموتك. فالغدر مدى كبير يعني. ما يعني يعني يبتدي ب يعني يبتدئ بحاجات بسيطه فيغلبك. ما هو الحصان اذا تغلب عليك في نقطه خلاص هيبدا ياخد التاني. ما هو الحصان في الاخر لو لقاك، انا اسف في اللفظ يعني، مش مالي دماغه، مش هتبقى انت اللي سايق فوق، هيبقى هو اللي سايق. ودي بتيجي منين الغدر؟ من الاذى الكتير. ما فيش حصان بيتخلق غدار. ما فيش واحد يعني انا هعاملك كويس وانت هتعاملني وحش. لا طبعا. طب هي كده بالظبط. طيب شاكرين يا كابتن تامر. نرجع تاني لبداياتك في ركوب الخيل. بدات الركوب وانا طفل صغير. كان ليا ابن خالتي ربنا يعني يديله الصحة، كان ضابط شرطة، وكان بيطلعوا دوريات بالخيل. هو حاليا بقى يعني تحال على معاش مساعد أول وزير داخلية. اسمه اللواء سمير أبو الفتوح. وكان أخوه برضه ضابط شرطة اللواء سامة، فكان بياخدوني قدامهم على الحصان في الدوريات قدام العسكري. من هنا بدأت الحكايه يعني. ان انا عاشق للخيل وييجوا يطلعوا الدوريه اركب مش عارف ايه. طبعا الاسره برضو عندي في يعني في البلد كانوا حابين للخيل. وبرضو كنت اروح مثلا لما انزل القريه
اركب خيل كده. من هنا بدات الحكايه. وبعدين طبعا بدات الادب الاول. ادب الخيل. انا لسه اسالك مسيرتك الاحترافيه او مسير يعني امتى خدت الخيل كنت هاوي مهنة. ادب كنت هاوي ادب خيل في الاول. هاوي ادب خيل دي البدايه. هاوي ادب خيل. وبعدين بعد ممارسه في الادب والحاجات دي والحفلات وبتاع حبيت اجرب ان انا ابدا ادرب. الموضوع الحمد لله فضل من ربنا يعني نجح معايا. نزلت بطولات خدت فيها اول ودربت يعني خيل علمتها ادب ونجحت. بعد كده حبيت اتطور اشوف الموضوع اللي احنا بنعمله ده. انا شايف ناس بره بتركب بطريقه معينه وبشكل معين انا شايفه انه شكل علمي زي اي انسان عايز اثقف من نفسي. بدات اركب مع الناس ديت قالوا لي انت بتركب غلط وده مش ركوب. طبعا كنت انا اياميها واخد الكلام ده كان في 96 كنت واخد اول جمهوريه. في كنا في كان في مهرجان اسمه البحيره معمول في اسكندريه في نادي سبورتنج. المهم من بدات الـ 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 يعني بدات بقى اروح للناس ديت واتدرب معاهم واعرف يعني ايه ترويض ويعرف يعني ايه ركوب ترويض. وبدات من هنا بقى رحله الترويض. ثم بعد كده تدربت ترويض وربنا كرمني وخدت بطولات في ترويض. وبعد كده دخلت في القفز بس ده لسه متدرب فيه يعني. طيب يعني على حد علمي ان الخيول عبارة مثلا عن خمس او اكتر صلح لي لو انا غلطان. عايزين حضرتك يعني تفسر لي وللسادة المشاهدين ايه انواع الخيول اللي موجودة. انواع الخيول في عربي وفي اجنبي. العربي اللي هو العربي الاصيل. العربي الاصيل وده موضوع برضو كبير. ما احنا كل الماضي العربي الاصيل اللي هو الحصان جميل جدا رشيق جدا وهو ده حصان الادب. هو حصان اللي بيدخلوه في الادب. خلينا في عشان نفهم المصطلح. ده اللي حصان الرأس يعني. ده اللي بيخش في يعني الحصان العربي اللي هو يعني اللي بنتكلم على زمان. فكانت زمان الخيل مرسومه وجميله. فكل ما الحصان يعني يكون رسمه جميل. طبعا عشان اوضح لك رسمه يعني ايه. يعني الحصان العربي له مواصفات. الحصان العربي الاول مبني على اقواس. ما انا لسه كنت هقول لك مبني شفتها امبارح على اقواس. الخد قوس، الرقبه قوس، الودن قوس، العين قوس. الظهر فيه قوس، الكفل فيه قوس، الديل اللي هو المرفوع ورا ده قوس. فالحصان العربي حتى البطن من تحت تلاقيها فيها مقوسة. فالحصان العربي الأصيل مبني على مجموعة من الأقواس. النتاية لها مواصفات والذكر له مواصفات. فحتى كانوا يقولوا في العرب زمان قصير السلاس طويل السلاس. قصير السلاس الذكر، الودن والرقبة والظهر. طويل السلاس الأنثى. الرقبة طويلة والظهر طويل والودن طويلة. طب الظهر طويل ليه في الأنثى؟ عشان الأنثى دي اللي هتشيل الجنين جواه. فلما الظهر يبقى طويل وكبير فالجنين يبقى مرتاح ويطلع برضو إيه؟ يعني حجمه كويس. فدي مواصفات النتاية وده مواصفات الذكر. طبعا الخيل العربي بترجع لبيوت من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام اسمها ارسان. النهارده في وقتنا الحالي في اللي هي الشهادات والاوراق، انما الاساس الخيل العربي ترجع للجزيره العربيه من زمن الزمن ايام الرسول. ولها ارسان، حوالي عدد من الارسان صقلاوي ودهمان وكحيلان وعبيان يعني مجموعه من الارسان، او اللي هي زي ما بيسموه الارسان. هتقول لي ارسان يعني البيوت اللي طلعت منها العائلات. العائلات اللي طلعت منها الخيل. والى وقتنا هذا العائلات ديت يعني طبعا اتعمل محطه الهيئه الزراعيه المصريه. هي طبعا المركز والمرجع الكبير لهذه العائلات. وعندهم الكتب والمراجع للعائلات دي كلها من قديم الأزل. طيب الأجنبي بقى. الأجنبي حصان قوي جدا. على فكرة أنا شفت امبارح الخيل العربي حجمه صغير. مش كبير طبعا. ما هو بيبقى يعني هو حصان بيبقى يعني مش طويل قوي. هو زي ما قلت لحضرتك هو رشيق قوي.
حصان اجنبي حصان ضخم جدا، بس هو حصان له استخدامات العربي مش هيقدر يعملها. حصان اجنبي حصان قفز على اعلى مستوى الجامب، الحصان الاجنبي يقدر ينط يعني ارتفاعات، يعني العرب يعني في الحته دي هنرجع لحاجه احنا عندنا في القفز مثلا العربي يقول لك السادسه بلدي والخمسه بلدي، السادسه ديت في القفز اللي هو ارتفاع 90 سنتي والخمسه دي ارتفاع المتر. ايوه دول الحصان العربي يقدر ايه يعديهم بسهوله. انما تيجي بعد السادسه والخمسه تقول الرابعه اجنبي، الرابعه دي بقى من المتر و15 و20، لا هنا بقى الحصان الاجنبي العربي ما يقدرش يعدي. ممكن ينط واحد سد، انما مش هيقدر ينط 12 سد. معاك بقى رابعه ثالثه ثانيه اولى ب اولى الف لغايه متر و50، دي كلها خيل اجنبي. وطبعا الخيل الاجنبي طبعا في الحكايه ديت يعني لا يشق لهم غبار يعني طبعا وعلى اساس القفز ده. طب الخيل الاجنبي جه منين يا كابتن؟ يعني التهجينه بتاعته او طبعا هو اساس الحصان. بص حضرتك اصل الخيل كلها زي ما اتفقنا انها خيل عربي. ايوه واخد بال حضرتك، الاصل كله خيل عربي. حصل بقى سلالات يعني طبعا بره وخيل انطلقت ويعني فاهم قصدي يعني حصل سلالات انطلق حاجات على حاجات، واخد بال حضرتك. بقى في حصان اجنبي وبقى في حصان عربي، الضخامه دي جايه من يعني طبعا حاجات لها مرجعات تاريخيه معينه. بس يعني بصفه عامه ان الحصان الاجنبي هو زي ما انت شايف مختلف شكلا وموضوعا تماما وخطوه عن الحصان العربي. طب هل الحصان في نوع ثالث من الخيول؟ البني. لا البلدي. لا البلدي ده حصان برضو يعتبر عربي بس ايه؟ طب الفرق بقى الفرق ان هنا الاب عربي اصيل، الام مش عربي. عموما الخيل بتنسب للاقل. هتقول لي يعني ايه الاقل؟ يعني ايه برضه؟ يعني لو الام مختومه والاب بلدي يبقى اللي مولود بلدي. لا تاني دي معلش، يعني لو الام فرس عربي اصيل والاب حصان مش عربي اصيل مش هيشفع للمولود انه يبقى عربي، يبقى شكله جميل واخد محاسن جمال بس مش عربي. والعكس صحيح، لو الاب عربي اصيل والام بلدي مش عربي اصيل يبقى المولود هيبقى مش عربي اصيل. فالخيل تنسب في الناس لا كلتا الحالتين مش عربي كده. لو الاب او الام شكلا ممكن يكون عربي. ما هو هقول لحضرتك حاجه، ما هو في خيل بلدي، ما هي زمان زمان خالص ما كانتش فيه اختام. يعني زمان الهيئه في المحافظات زي الغربيه والمنوفيه والبحيره كانت المحطه الزهراء عامله، كانت في حاجه اسمها زمان الشفخانه. ايوه فكان بينحط لكل محافظه حصان بينطلق، يعني بينطلق على الخيل البلدي اللي متواجده في هذه المحافظه. يعني مثلا طنطا في حصان بينطلق، البحيره في حصان، المنوفيه في حصان. فكان مستوى الخيل البلدي جميل لان الاب عربي اصيل، فبيدي محاسن جمال. واخد بال حضرتك. والامهات برضو كانت من خيل كويسه. فمن هنا كانت في خيل بلدي شبه العربي بس مش عربي اصيل. طيب يا كابتن، لو احنا هنفترض حاجة جدلية، حصان عربي اتحط قصاد حصان اجنبي في سبق، هو مبدئيا حضرتك العربي بيجري مع لوحده والاجنبي بيجري لوحده، ما بيتحطوش مع بعض. ما يتحطوا، لا احنا هنفترض، احنا قلت لك ايه؟ هيتحطوا مع بعض سبق وهمي. لا الحصان العربي في الاول هياكله. وبعدين هياكله هيقعد ياكله شويه. يعني ما هو السبق ده يعني 1000 متر؟ لا لو 2000 متر يعني المسافات المسافات القصيره الهين فيهم اللي يكسب. المسافات القصيره الحصان العربي طبعا. والطويله بص حضرتك الحصان العربي حصان قوي جدا، مسافات قصيره، بس الحصان العربي يتحمل زي ما بيقولوا الجهد الجامد، يتحمل الحر الجامد، يتحمل لأنه مولود في الصحراء.
حصان الجنيه مش هيتحمل الكلام ده. يعني لو طلعوا الاثنين الصحراء حصان الجنيه مش هيقدر يعمل اي حاجه. لانه ما يتحملش كده. حصان اجنبي حصان يعني يؤدي اداء هايل ورائع بس مش حصان صحراء. نقدر نقول عليه دلوعه شويه؟ مش لا هو قوي في شغلته. قوي قوي حصان قوي في اللي بيعمله. يعني اللي هنقول في القفز هو قوي. انما مش قصدي مش حصان بتاع انه يطلع جبل وصحراء ويعني الحصان أيوة العربي. احنا برضه ممكن نطلق يعني الحصان العربي حضرتك ممكن مثلا تركبه يعني تسافر بيه 10 12 ساعه ماشي بيه. الحصان الاجنبي مش هتحمل كده. وفي سبق في الامارات في حصنه بتجري 35 و40 ده حضرتك الانديورنس اللي هو القدره والتحمل. حاجه زي كده حضرتك. بس ما فيهاش خيل عربي كله اجنبي. لا كلها خيل عربي يعني قصدي مش خيل اجنبي. اسف عفوا خمسه يعني بالظبط كده. يعني الحصان الاجنبي مش هيقدر يمشي 35 40 كيلو. مش هيستحمل الانديورنس ده. الكلام معاك ممتع والموضوع كبير وان شاء الله هنعمل الحلقات. يعني مش هنسيب موضوع الخيل ده غير يما نعرفه ونعرف الشعب المصري بيه. وشرفتنا يا كابتن محمد ونورتنا وان شاء الله على لقاء في اقرب فرصه ممكنه ان شاء الله باذن الله. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. السلام عليكم.